بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني دائما صحبتكم وتواجدي معكم لشرح منهج اللغة العربية، راجيا من المولى عز وجل أن تستمتعوا وتستفيدوا، وأسأل الله لكم دائما التوفيق والنجاح. إن شاء الله النهاردة عندنا موضوع جميل ونص من النصوص النثرية، وهو حديث شريف للنبي صلى الله عليه وسلم بعنوان من مكارم الأخلاق. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. والآن نتجه إلى سؤال تمهيدي عن النص. سؤال بيقول: على ما يحرص الإسلام؟ على أي شيء يحرص الإسلام؟ لو سألت أي حد الإسلام بيحرص على إيه؟ هيقول لي أكيد بيحرص على الخير، أكيد بيحرص على المحبة، على الود، على السلام، أكيد يعني هيقول أي صفة من الصفات الجميلة، وده فعلا مطلوب في الإجابة. أي شيء جميل أكيد يحرص عليه الإسلام. ولو سألنا على ما يحرص الإسلام، ممكن نقول يحرص الإسلام على أن يعيش الناس في محبة وسلام، ليسود بينهم الوفاق والوئام. لذلك حث الرسول صلى الله عليه وسلم على التحلي بالأخلاق الحميدة. يبقى الإسلام بيحرص على المحبة وعلى السلام، ليسود بين الناس الوئام والوفاق، وكذلك يحرص الإسلام على التحلي والتمسك بالأخلاق الحميدة. والآن نتجه إلى بعض من لغويات النص ومعاني المفردات. كلمة صدقة معناها هو أو هي كل ما يعطى على وجه القرب أو التقرب لله، لا على وجه المكرمة. يعني الصدقة هي كل ما نعطيه للفقراء والمحتاجين على وجه القرب إلى الله، لكي نتقرب إلى الله، لا لكي نتفاخر أو لنتباهى أو لنتكرم عليهم أو لنتفضل عليهم. نقص معناها قل، ومضادها زاد. عبدا المراد به إنسان، جمع عبد عباد وعبيد. عز، معنى كلمة عز أو المراد من كلمة عز هي إكرام، ومضاد كلمة عز ذل وإهانة. رفعه بمعنى أكرمه وأعلى من منزلته، ومضادها حطه. والآن نتجه إلى شرح الحديث الشريف وما يوجهنا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف. يدعونا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف على التصدق أو إلى التصدق على الفقراء والمساكين، ويبين لنا أن الصدقة لا تنقص المال بل تزيده، وأن الله سبحانه وتعالى يبارك فيما بقي من مال. كذلك يدعون النبي صلى الله عليه وسلم إلى التسامح والعفو عن المسيء، ليقتلع جذور العداوة والبغضاء بين الناس. كذلك يدعون النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى التواضع وعدم الكبر على الآخرين، لأن هذه الصفات تؤدي إلى أن يسود المجتمع علاقات الحب والصفاء والود والإخاء، مما يساعد على زيادة الإنتاج في المجتمع. يبقى نجمل كده الشرح باختصار في نقاط. يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم إلى 1، التصدق على الفقراء والمساكين. 2، يدعون إلى التسامح والعفو عن المسيء. 3، يدعون إلى التواضع. كل هذا نتيجته التي تترتب عليه، يترتب عليه الحب والصفاء والود، وهذا يساعد إلى زيادة الإنتاج في المجتمع وتقدم المجتمع ورقيه. والآن نتجه إلى مجموعة من جماليات النص ومواطن الجمال الخاصة بالنص. نبدأ مع قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. لاحظ معايا التعبير بيبدأ بما، ما نقص مال من صدقة، أسلوب نفي بما غرضه التوكيد، وهو يؤكد على زيادة الأموال عن طريق الصدقات، أي أن الصدقات هي طريقة
لزيادة الأموال. كيف تكون الصدقات طريقة لزيادة الأموال؟ أيوة بالفعل، واحد هنا خد باله أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول ما نقص مال من صدقة، أي أن الله يبارك في المال الذي يبقى مع الإنسان بعدما يخرج الإنسان الصدقات على الفقراء والمساكين. ونحن نعلم أن البركة في المال أهم وأكثر من زيادة المال. نقص وزاد وتواضع ورفعه، لاحظ في علاقة ما بين نقص وزاد أو تواضع ورفعه، يا ترى علاقة إيه؟ ترادف ولا علاقة تضاد؟ أيوة، نقص مضادها زاد، كذلك تواضع مضادها رفعه، إذن العلاقة بينهما تضاد، يبرز المعنى ويوضحه. تقل بعد ذلك إلى قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، استخدم النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظ زي مال وعبد وأحد، ونلاحظ أن هذه الألفاظ جاءت نكرة، وهذا ليدل على العموم والشمول. تقل بعد ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لكلمة صدقة، استخدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلمة صدقة نكرة، وذلك للتعظيم والعموم والشمول. تقل إلى قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، لاحظ معايا هذا التركيب ما وإلا، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وافتكر معايا قلت لك عندنا أسلوب من الأساليب في اللغة العربية اللي هو بيستخدم فيه النفي، يستخدم فيه النفي والاستثناء، يسمى هذا الأسلوب بإيه؟ بالفعل واحد افتكر هنا من زمايلنا، ربنا يبارك لك، اسمه أسلوب القصر. أسلوب القصر هو أسلوب من الأساليب النحوية يستخدم للتوكيد، وهنا ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة أسلوب قصر، غرضه التخصيص والتوكيد، والتخصيص على صفة التسامح والعفو. مجموعة من الأسئلة لكي نقيس مدى فهمنا واستيعابنا لهذا الحديث الشريف صلى الله للنبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الأول بيقول إلى ما يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف؟ نفكر شوية. تمام، أيوة، نجمع معلوماتنا. أيوة، 1 2 3، أيوة ممتاز. واحد قال التلاتة هوت، نطلعهم قدامنا على الشاشة. يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التصدق على الفقراء والمساكين، 2 التسامح والعفو عن المسيء، 3 التواضع وعدم التكبر. السؤال الثاني بيقول ما الذي بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم بشأن الصدقة، وكيف تزيد الصدقة المال؟ اللي قاعد مركز معانا من أول الشرح هيجاوب السؤال دوت بصورة سهلة، لأن احنا قلناه في مجمل شرحنا. الإجابة هتظهر دلوقتي وتقول إن الصدقة لا تنقص المال أبدا بل تزيده. كيف ذلك؟ لأن الله يبارك فيما بقي من مال. السؤال الثالث يقول ما أثر العمل بهذا الحديث على الفرد وعلى المجتمع؟ طبعا هو حديث شريف يدعونا إلى مكارم الأخلاق وإلى الأخلاق الحميدة، أكيد لما نستخدمه كل فرد هيستخدمه في حياته أكيد هيعود عليه بأثر نافع ومفيد، كذلك المجتمع هينعكس عليه بأثر نافع ويؤدي لتقدم ورقي. هنشوف الإجابة دلوقتي. بيقول أثر العمل بهذا الحديث على الفرد يتقرب إلى الله ويصبح محبوبا من الناس. أثر هذا الحديث الشريف على المجتمع تسود علاقات المحبة والإخاء بين الناس ويرقى المجتمع. السؤال اللي بعد كده بيقول لنا التواضع يرفع منزلة صاحبه، وضح ذلك. أيوة ممتاز، بارك الله فيك اللي قال إن التواضع هو الذي يرفع مكان صاحبه، لأن التواضع يؤدي إلى حب الناس، فالإنسان المتواضع هو إنسان يحبه الناس وينظرون إليه بعين الاحترام، فترتفع مكانته ويرتفع قدره بين الناس ويسود الحب والوئام بين جميع أفراد المجتمع.
نجمل كلامنا عن الحديث النبوي الشريف للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يأمرنا إلى التمسك بمكارم الأخلاق ويدعونا إلى الأخلاق الحميدة. وبكده نكون وصلنا لنهاية درسنا النهاردة. أسأل المولى عز وجل لنا ولكم التوفيق. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.